يعني محرم خدك من ايدك وقال لك دي مخازن مهدي. طب لما محرم هو اللي وراك ما جاش معاك ليه؟ مش ده برضو حماك؟ هو اللي مرسيك على الليله كلها؟ انا مش عايز حد يبقى معايا. انت عايز تبقى انت الكينج، ها؟ عايز تغرب الكل اللي حواليك وتقعد على التل لوحدك، صح؟ كلامك فيه ريحه مش حلوه. لو الكلام كان ليه ريحه حسن كان كل الناس اللي حواليك دي ماتت مسمومه. انت في ايه في دماغك؟ انا مش فاهمك وطريقتك جلجاني. لا انا مش عايزك تقلق خالص. الموضوع ما فيه بس ان انت محتاج لك سفريه. تقصد ايه؟ هقول لك اقصد ايه. بص يا حسن، البن بتاعي. شكرا. ماشي. اللي عايز يكبر حسن لازم يبص لفوق، لازم يشوف الخيوط جايه منين، مين بيلعب بيها، مين بيعلي ومين بيوطي، مين بيؤمر ومين بينهي، ويدور عليه ويحط ايده في ايده. وانا معاك. تقولش كده بس، مع محرم ما تزعلش، بس هي دي الحقيقه. محرم معاه مصارينك كلها، وبعدين امك لا مؤاخذه يعني تبقى ست محرم، وانت كمان متجوز بنته. طب وايه اللي يمنع؟ مفيش اي حاجه تمنع. عايزك بس ترسيني بتفكر في ايه وايه اللي بيدور في دماغك. انا دماغي ما فيهاش غير مصلحه. انا عايز الدنيا دي تبقى في يدي والناس تحت رجلي زي النمل، وانا ما اخدش بالي منهم. ولما رجلي تدب ما اعرفش مين بيموت ومين بيعيش. الو. ايوه يا ماما. ايه خير؟ في ايه؟ زينب الحين يا بنتي، انا وقعت والناس جابوني على المستشفى. شفت جوزك بيعمل فيا ايه؟ مروان؟ طبعا مروان. هو في غيره؟ تعالي لي يا زينب الحقيني. فين العزم ان شاء الله؟ ايه؟ ما سمعتش؟ قولي التاني كده بتقولي ايه؟ بقول لك يعني قصدي استعني اهل البيت وقولي لهم رايحه فين عشان ما نقلقوش عليكي. اصل يا جبريه انا مش فايقه لك خالص. رحلنا دي صح؟ اه دي عقربه، خلي بالك. بيني وبينها مصالح. وفي بيني وبينها طار. اه زي ما انت قلتي كده، بينك وبينها. انا ما فيش حاجه بيني وبينها. اجديه. ايوه اجديه. جبريه انت ست حبيبتي وانا خايفه عليكي. بدل ما انت مركزه معايا قوي كده ركزي مع جوزك. جوزك بايت من امبارح بره وانت ما تعرفيش هو فين. خلي بالك. وبعدين محرم اصله طول عمره بتاع ستات وانا خايفه عليكي. محرم؟ مصيبة يا مروان. ايه اللي حصل؟ رايحة في ايه؟ كريمة وجعت من طولها في الشارع ونقلوها المستشفى. حتى لو ماتت مالكيش صالح بيها. ماليش صالح كيف يعني؟ اللي بتموت ان شاء الله يروح في داهية بالناس صالح. جرى ايه يا مروان؟ كريمة دي تبقى أم مرتك. اسمعي، لو طلعت من البيت ده ما ترجعيش مرة تانية، أنا بقولها لك أهو. بتقول ايه؟ ليه كده يا مروان؟ مالكش صالح أنت. طب بقول لك ايه، بما ان انا ماليش صالح الحكومه جت خدت شهد. خدت شهد؟ وما قلتش ليه يا بعيد انت؟ نسيت يا حبيبتي. الحكومه خدتها كلها الحدايه، ما حدش يجيب سيرتهم، سامعين ولا؟ وايه اللي حصل؟ دي بما انها ولعت وخلينا انا وانت قاعدين كده زي خيبتها، ما حدش فاهم حاجه. اوعي اوعي. جبري يلمك. في ايه يا مروان؟ حصل ايه؟ سيبيني لحالي. هسيبك لحالك كيف؟ قولي يا حبيبي ما تقلقنيش عليك. مش عايز اتكلم.
اتكلم، قول اللي في قلبك، انا خايفه عليك. خلاص دماغي هتنفجر من كتر التفكير، ما عادش في حته في دماغي اقدر افكر بيها. انا تعبت والله العظيم تعبت. الله يسامحك يا ابوي، الله يسامحك يا عبد الحكيم. طب ليه مش عايزني اروح لكريم؟ بنت كريمة هي اللي حرقت قلبي وقتلت مرتي وولدي اللي لسه في بطن امه. يا نهار اسود، ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ شاهد، هي اللي قتلت فريدة. انا ظلمت امي وسمعت كلام كريمة وصدقت فتحي الكلب ده. اكيد شاهد هي اللي وزته عشان يقولك ده، عشان ما اعرفش افكر. مروان استنى يا ولدي. يا ترى الدنيا شايله لكم ايه تاني يا ولاد عبد الحكيم؟ يا ترى ايه اللي لسه ما شفناهوش؟ خليك انت قاعد كده شاغل بالك بالتجارة والبيت وامك ومرتك وحابس نفسك في مشاكلهم. انا لو منك اكون سلطان زماني، امير والجواري تحت رجلي. اه والله. ما كنتش اعرف ان الجواز وحش قوي كده. ليه بس؟ ليه بس ايه؟ احنا قبل ما نتجوز كنت بتجيلي وتحكيلي وتتكلم معايا، كنت حاسه انك ممكن تحارب الدنيا كلها علشاني، انما دلوقتي انا حاسه انك بتهرب يا حسن. ابدا والله. بتفكر في ايه؟ بتخبي عليا؟ مش عايز تقولي؟ هتفرق كتير. كل اللي بفكر فيه ما يهمكيش يا لبنى. مفيش حاجة تهمك ما تهمنيش يا حسن. أفكر في مروان. وحشك؟ مش موضوع وحشني بس. لا وحشك. وفكرت تكلمه صح؟ لو هترتاح لو كلمته اعمل كده. لا. بتكذب على نفسك. يمكن بيجي في بالي. يمكن بحن له. يمكن بفتكر له حاجات كتير بينا كانت حلوة. هو برضك أخوي. بس الحاجات اللي عملها خلت بيني وبينه سد كبير. أنا مش عارفة أقول لك إيه. بس في الآخر خالص ده أخوك. ومش هقدر أقول لك تكلمه أو ما تكلموش أو تصالحه أو ما تصالحوش. كل اللي أقدر أقوله لك أعمل اللي يريحك. غريب.
كنتش فاكر انك ممكن تقولي كده. كنت فاكر اني هقول لك ايه؟ ما تكلموش؟ صدقني يا حسن، اللي انت بعيد عنه دلوقتي ممكن تبقى بكره قريب منه. بس خد بالك عشان ما تلومش غير نفسك بعد كده. انا هروح اعمل لك حاجه تشربها. مدام نادية موجودة؟ اه موجودة، اتفضلي حضرتك. بس ليلة من ألف ليلة وليلة، ها؟ محرم؟ ريم لسه كنت هكلمك حالا دلوقتي. بجد والله؟ أنا مش لسه جايلة لك كده؟ اه اللي أنت لابسه ده؟ جلباب. اسكتي، مش انا ومحرم اتجوزنا؟ ده بجد؟ بس ده سر، اوعى تقولي لاي حد. الو، ها الو، اصل انا ومحرم فكرنا في تفكيرك ده انما ايه، عسل. تعالي تعالي اما اقول لك عليها. انت فين يا محرم؟ مشغول مشغول قوي في الشغل، اصل عندي شويه شغل كده اللي بخني. لا طب اتصل قول انك هتتاخر، قول اي حاجه. ولا انت نسيت اني مرتك؟ مراتي؟ لا يا حبيبتي، لا فاكر طبعا انك انت مراتي. يا سلام، وايه اللي قلته يضحك يعني؟ لا اصلي طريقتك في الكلام يعني هي اللي ضحكتني، اصل بحسساني يعني ان انت قلقانه عليا، بتغير عليا حاجات كده يعني. طيب ماشي، معلش، لما ترجع إن شاء الله بالسلامة لينا كلام. المفروض إن أنا وإنتي إيد واحدة دوناً عن الكل. ما أنا عشان كده قلت أخليها رسمي. وليه مش كل الناس تعرف؟ عشان تعرفي غلاوتك عندي. والله قلت لمحرم محدش يعرف غيري. ليه؟ جوزتيه ليه؟ عاوزة أخلف. بجد؟ عايزة تتجوزي محرم عشان تخلفي؟ أنا قلت محرم مننا وعلينا، يعني لو جبت عيل من محرم وقلت إن والدي مهدي يبقى جشانة ولا إيه؟ افرضي يا حبيبتي قالوا لك لا ده مش ابن مهدي، اعملي تحليل الأول عشان نتأكد. طب بلاش ده، حسبتي المدة أصلاً يا فلحة؟ هنسافروا نقعدوا برا، وزي ما أثبتوا إني مت نطلع ورق كامل مكمل يقول إن الوالد والد مهدي. مبروك، بس خدي بالك. من ايه؟ من محرم. اصل انت ما تعرفيش محرم، محرم اصله طول عمره غاوي ستات. طب هي دي حاجه عفشه؟ بالعكس، انا احب الراجل اللي يقدر الستات ويخلي باله منهم. عن اذنك عشان عندي يومين عسل مع حوه. يا بنت اللذينه. ماما، ايه اللي حصل يا ماما؟ شفت البي جوزك يا زينب عايز يحط حبل المشنقه حوالي رقبته واخد شهد. اهدي بس، انا مش فاهمه. احكي لي. مش فاهمه ايه؟ بقول لك عايز يحط حبل المشنقه في رقبين اختك شهد. انت الوحيده، انت الوحيده اللي هتخليه يغير الكلام اللي في دماغه ده. بتفكري في ايه؟ انت لسه هتفكري؟ لا ما فيش، ما بفكرش في حاجه. اقسم بالله، اقسم بالله لو شهد بنتي جرى لها حاجه لحكم مموتها مروان هطلع مصارين وكلها قدام الناس كلها. انت فاهمه ولا لا؟ فاهمه ولا لا؟ ايه يا ماما؟ راح فين؟ انا السبب، انا اللي عملت كده، انا السبب، أنا السبب، أنا السبب، أنا السبب.
خدني يا رب، خدني يا رب وبلاش، خدني يا رب وبلاش، خدني يا رب وبلاش بنتي، بنتي. لما كنا صغيرين ضحكوا علينا، قالوا ان المكسر بيتصلح، بس من الواضح كده ان الشرخ اللي بيحصل هيفضل سايب اثر، ومهما عالجناه هيفضل يكبر ويكبر لحد ما يبقى شرخ كبير قوي ملهوش علاج. من الواضح ان مروان كان بيضحك عليكي، كان بيديكي مسكن عشان يعمل اللي هو عايزه، كان عايزك تعيشي الوهم يا زينب، كان مفهمك انه معاكي وماشي معاكي على الطريق اللي انت عايزه ترسميه، بس هو ماشي في طريق تاني خالص. هتعملي ايه؟ هتتصرفي ازاي؟ في ايه جبتيني على ملا وشي خضتيني؟ صوتك في التليفون كان متغير. كنت عاوزه اشوفك. هو اديكي شفتيني، حققت لك احلامي كلها. لا بجد مالك فيكي ايه؟ مخنوقه شويه. ما انا عارف انك مخنوقه، بس ايه السبب بقى؟ عنديش ثقه في اي حد في الدنيا. طب وايه الجديد؟ طبيعي، قلت لك قبل كده شغلانتنا كلها كده. حتى انت كمان. انت كمان هادي كده ورايق، عمال تتسحب كده، عامل زي عمال اتسحب كده وادخل قلبه وعقله، صح؟ مش قادر تستغنى عنه ابدا. لا على فكره، محدش في الدنيا يقدر يدخل عقلي غير بمزاجي. ها انت ما تعرفنيش. انت بحب اتعرف السن والطول والعنوان تحديدا، الحاجات دي بتفرق بالنسبه لي قوي صراحه. عارف اكتر حاجه عجباني فيك ايه؟ حاجات كتير قوي، انا مليان مميزات، هتقولي ايه ولا ايه؟ منها ان انت واثق من نفسك قوي، واثق في كل حاجه بتقولها وبتعملها. تاني حاجه انك ما بتخليش الناس تعرف عنك اي حاجه غير اللي انت عايز انهم يعرفوه بس. بس ده مش صحيح. لا ده صح قوي كمان. عارفه لو صح ما كنتش قاعد معاكي دلوقتي. قاعد معاكي واول ما كلمتيني جات لك في لحظه. على فكره انت البني ادم الوحيده اللي انا ما بلفش ولا بدور عليها، وصريح معاها جدا، وكل اللي عايزه ان انا افضل معاكي وقاعد جنبك كده على طول. طب والشغل يا عادل؟ ايه اللي جاب سيره الشغل بس؟ واحنا قاعدين قاعده رومانسيه ومتضايقين وزعلانين ومبسوطين، لازم تنكدي علينا. برضه ما جاوبتنيش، الشغل ايه؟ الشغل ايه؟ شغل مهم. شغل مهم بالنسبه لي وبالنسبه لك وبالنسبه لمحرم وبالنسبه لنا كلنا. بس بصراحه انا مش هكدب عليكي، انا تعبت. تعبت. مش متخيل ابدا ان انا ممكن افكر ان انا اتجوز اخلف. عارف يعني ايه اخلف؟ يعني اجيب حته عيل اظلمه معايا، يطلع لها ابوه مجرم او مسجون، او طلقه تجيله تخلص عليه. ايه ده؟ ايه الهبل؟ ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ مش كلام فارغ ولا حاجه، هي دي الحقيقه. اقول لك على حاجه كمان، كنت حاطط لنفسي قانون كده ان انا عمري ما اتجوز، عمري ما اخلف، بس للاسف حصل في الامور امور. قابلت ذات العيون السود التي خطفت قلبي، ولذلك قررت ان انا ادخل في حته ما كنتش عايز ادخلها خالص. مش عارف ازاي وامتى وايه اللي حصل، بس للاسف هو ده اللي حصل، وقعت في الفخ. انا كمان، انا كمان كنت بقعد افكر كده، نفسي احب واتحب بس بطريقتي. وحصل؟ حصل فعلا. بس انا عارف ان انا مؤثر، انا عارف ان انا مؤثر جدا. طب بالنسبه للحاجات اللي انت جايبها لي دي، مش هنبدا نتعامل فيها ولا ده ديكور؟ طيب لا أنا لسه بحبك، وبحب البيت ده بكل اللي فيه مهما عملوا، حتى لو كل واحد جاب سكينة وقطع مني حتة هديها له وأنا مبسوطة، طالما ده هيرضي. ده اللي لازم نعمله كلنا يا مروان.
أنا مش بإيدي إني من عيلة عبد الجواد، ولا إن إحنا طلعنا أولاد عم، ولا إن أمك تبقى جبرية وأمي تبقى كريمة. محدش بيختار أهله، بس اللي أنا أقدر عليه واللي لازم أعمله إني أحافظ عليكم كلكم على قد ما أقدر يا مروان. أنا قلبي خلاص ما بقاش فيه مكان للكره ولا للوجع، ووجع قلبي هو إني أقف قصادك أو قصاد أي حد من دمي. مروان أنا اتحميت فيك، أنا استخبيت وراك، أنت كنت بالنسبة لي السد الشديد اللي واقف قدام الطوفان عشان يحميني، وأنا عمري ما هنسى ده. أنا طول الوقت فاكراه، أفتكر كل حاجة حلوة، مش عايزة أشوف قدامي أي حاجة وحشة، على الأقل عشان أقدر أشوف الحقيقة اللي مفيش حد فيكوا عايز يشوفها. اللي هي إيه يا زينب؟ إن إحنا دم واحد. عارفة لو كانت سرقت فلوس فريدة بس، أو سرقت فلوسي، كنت هقول إنها ده انتقام مني. لو وقفت في المحاكم وقالت علي إن أنا حرامي، أو جابت منادي يلف الشوارع ويقول علي إن أنا نصاب، كان ممكن كل ده يعدي. لما تقتل ولدي اللي لسه بطن أمه، عارفة يا زينب لو هي قدامي دلوقتي أنا كنت عملت فيها إيه؟ هتفنها وهي حية عشان أسمعها وهي بتصرخ من الرعب والألم. نفسي أشوفها وهي بتتعذب لأن الموت راح عليها. أنت أول مرة صدقت إن أمك هي اللي قتلت، وأنا قلت لك ما تصدقش، ودلوقتي أنت مصدق إن شهد هي اللي قتلت، وأنا برضو بقول لك لا، أوعى تصدق. مروان أنا في طلب عايز أطلبه منك، وعشان خاطري وحياة أحلى حاجة ما بينا، نفذولي. أوعي تطلبي إيه؟ إنها تطلع من السجن. مش هو ده اللي أنا جاي أطلبه. أي حاجة تاني أنا تحت أمرك. طلقني. سمعتني؟ ليه ما تقدرش؟ عشان بحبك يا زينة. انت اصلا ما تعرفش يعني ايه حب. انت الكلمه دي من كتر ما قلتها بقت بالنسبه لك مجرد كلمه. اتجوزت ناديه، ومن بعد ناديه فريده، ومن بعد فريده زينب. انت اللي في القلب يا زينة. قلبك فاضي، قلبك لسه فاضي لحد دلوقتي يا مروان. انت يا اما مش عايز تحب، يا اما مش عارف تحب. انت مسكين. انت عارف انت لو حسيت للحظه واحده بس انك بتحبني، ما كنتش عملت كل حاجه تقطع كل الخيوط اللي ما بيننا. تقصد ايه؟ مش هقدر اعيش معاك وانت رامي اختي في السجن ومستني تلف حوالين رقبتها حبل المشنقه. مش هقدر اعيش معاك وانت عمال بتخطط طول الوقت ازاي تخلص من كل واحد فينا وتتحكم فينا. مش هقدر اعيش معاك وانت بتضحك عليا. انا عمري ما ضحكت عليك يا زينة. لا، انت ضحكت عليا. انت ضحكت عليا وخدعتني. خليتني اعيش وافتكر انك ممكن تبقى معايا. خليتني اعيش افكر انك ممكن تسيب الدنيا كلها وتبتدي معايا. يا زينة، يا زينة، بقولك طلقني. مش هيحصل. لا هيحصل يا مروان. يحصل ايه؟ انت اتجنيتي؟ هتطلقني وتنسى تماما ان ليك بنت عم اسمها زينة، وانت يا عمتي انت كمان انسيني. انا مش عايزة اي حد في البيت ده خالص يفتكرني، ولا عايزة حد يكلمني، ولا يفكر ان هو يسأل على ابني، ولا يقول لك اطمن عليه، عشان انا خلاص زهقت انكم تتغيروا، يأست منكم. أنا ما أقدرش أعيش من غيرك. كداب، كلكم كدابين، البيت ده كله كدابين. تعرف اللي في البيت ده إيه؟
شياطين. الكبر والغرور خلاص ملاحهم. انت عارف احنا ايه؟ احنا الذنب اللي مستحيل يتغفر. احنا الزواج اللي ملوش اخر يا مروان. فلوس حلوه والارض مهمه، كل الحاجات دي ملهاش مثيل، بس الواحد فينا لو بقي لوحده الارض دي عمرها ما هتطرح ايد تتمدله ولا ظهر يتسند عليه. يا مروان طلقني لو فاكر لي اي حاجه حلوه، طلقني عشان خاطري، طلقني. داير انت على حل شعرك ولا همك؟ داير على حل شعرك؟ في زوجة تقول لي زوجة العزيز داير على حل شعرك؟ طب كنت فين؟ كنت داير على حل شعري. طب اقول لك على حاجة هتقلب البيت ده كله؟ قول. محرم. اشمعنى؟ لابد عند نادي عمال يزن هو وهي وشكلهم بيستموا حاجة. انت بتتكلم صح. والله العظيم ثلاثة. عايزك بقى ايه؟ تعملي زي الشيطان الشاطر كده وتروحي لست الجبرية تفعلي الزومبا التمام. عيني. يا سلام. تستمحنيك. وفي حاجة كمان، بس هتعمليها لوجه الله تعالى وعشان خاطر جوزك. قول. حبتين السحوكة والدحلبة اللي بتعمليهم عليها طول النهار، عايزك تروحي تعمليهم على نادية عشان تخليها تنفذ اللي انت طالباه منها. دي سهل. مادام سهلة يبقى خدي دي يا حبيبتي. انت في موقف صعب، وخصوصا بعد اعتراف الموظف انك اتفقتي معاه. اولا الموظف ده اتحاول للتحقيق اكتر من مره في مخالفات اداريه، يعني من الاخر كده ذمته واسعه. ثانيا الراجل ده من اهل البلد، يعني تحت ايد مروان، لان حضرتك عارف طبعا ان كل اهل البلد كانوا بيخافوا من عمي عبد الحكيم، واللي مكانه دلوقتي هو مروان. وبعدين اللي حصل ده كله مؤامره ضدي انا، لا سرقت ولا زورت ولا اشتريت اي حاجه من ارض فريده. وبعدين حضرتك عارف ان انا عندي ورث بالملايين عند عمي عبد الحكيم، ومروان مش راضي يديني حقي انا واخواتي، وهو عارف ان انا محاميه. فطبعا رحت رفعت دعوه ضد عمي عبد الحكيم عشان اخد حقي، ولان مروان عارف ان انا هاخد حقي، يعني هاخد حقي وكله بالقانون، فما كانش قدامه غير ان هو يرميني هنا، ودي مساومه منه علشان اتنازل عن حقي في ورث ابويا. وانا لو اتنازلت عن حقي دلوقتي في ورث ابويا هيجي الموظف بكره الصبح يقول لك ان هو ملوش دعوه بالحكايه دي، وان في حد سلطه عشان يعمل كده. يعني مروان بيتهمك بالكذب؟ ايوه يا فندم. وبعدين انا عايزه اتهمه بحاجه. مروان بعد موت عمي عبد الحكيم زور ورق بيقول ان عمي عبد الحكيم باع له كل حاجه، وان احنا ملناش اي حق في البيت الكبير ولا في ورث ابويا. انا عايزه بقى النيابه تحقق معاه في الموضوع ده. ومش هو وبس، هو والمحامي المحترم اللي عمل معاه اللعبه دي. وبعدين في حاجه عايزه اقولها لحضرتك، حضرتك لو عرفتها هتعرف فعلا ان انا عندي حق. ايه هي؟ مروان عشان خاطر الفلوس وعشان خاطر ياخد كل حاجه في عبه دخل اخوه حسن مستشفى المجانين، وفي ورق رسمي بيثبت الكلام اللي انا بقوله ده. وبعدين بقى بعيدا عن كل ده، انا اصلا ما عنديش اي توقيع على الورق اللي هو بيتهمني بيه. يعني انا هعرف مثلا ان انا ازور توقيع فريده، لكن كمان هزور توقيعي؟ روقي يا ماما، خلاص بقى ان شاء الله هنلاقي حل. بقول لك انا بكلم ريتال ما بتردش عليا. ما اعرفش عنها حاجه يا بنتي، ما شفتهاش. دي المفروض ان هي كانت عندي في مصر وراجعه مع مروان. راجعه مع مروان؟ ايوه. وانا كمان بطلبها ما بتردش، في ايه؟ وبعدين بقى واحده ما اعرفش عنها حاجه والتانيه مرميه في الحجز. جيب الهواء بسلمه يا رب، انا تعبت يا بنتي. وافتحي يا زينب. استغفر الله العظيم يا رب. شهد حبيبتي الحمد لله على سلامتك. ايه كنت فاكره ان انا هيقدر يرميني في السجن ولا ايه؟ بنتي حبيبتي الحمد لله على السلامه. وحياتك عندي يا كريمه، لا دخله السجن. مش بس كده، ده انا هعلقه على حبل المشنقه واخليه يتمرجح زي العجل اللي متعلق عند الجزارين. خرجتي ازاي؟ بكفاله، بضمان محل الاقامه. عايزه منك طلب يا ماما. قولي. عايزاكي تطلعي من هنا وتبلغي ان مروان عايز يموتني. ابلغ مين؟ تطلعي الاسم وتروحي تقولي لهم ان انا رحت لمروان وان حصل خناقه كبيره جدا بيني وبينه هناك، وان انت خايفه عليا، وتجيبي قوه وتطلعي جري على الشونه.